ضد التحرش الجنسي، عاوزين ناخد موقف قوي وحاد للمشكلة دي، لأن هي تتفاقم وكل بيتكسف يتكلم فيها، الكل بيشيل العبء على المرأة. أعتقد إن إحنا جه الوقت إن إحنا كلنا يعني نشيل العبء اللي موجود على المرأة. رافعين أربع مطالب واضحة، مطلب للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب إن هي تعيد صياغة القانون اللي بينص على العقوبات للمتحرشين بالمرأة، وأعتقد إن كان في بعض الأعضاء المجلس ما كانوش على قد المسؤولية وعايزين يعدلوا القانون بشكل سلبي، ان بيقولوا ان المشكله هي اللي الست بتعملها لان هي مش ملتزمه في لبسها، وتلك الثقافه الرجعيه. احنا دعينا الحركه بقالنا اسبوعين او ثلاث اسابيع بنحاول ننظمها مع كذا حركه ثانيه منظمه. التحرش زاد جدا جدا والنسبه زادت جدا في مصر، ومحدش بيتكلم عن الموضوع، كل الناس مشغوله في السياسه وكده. طب في حق المراه، وهي نفسها بقت خايفه تتكلم، بقت خايفه تقول انا بيحصل لي تحرش، بقت خايفه تعبر عن نفسها. فاحنا جايين هنا ندعمها، لا انت ليكي صوت، ليكي حق، وانت ما تحرش، انت مفيش حاجه اسمها ده مش بس غلط الولد، لا غلط الولد، البنت من حقها تلبس اللي عايزاه، من حقها تتكلم، من حقها تعمل كل حاجه، والولد من حقه يغض بصره، ولازم عليه ده، يعني ده واجب. اكيد هتواجهنا صعوبات، واولها ثقافه الشعب المصري لازم تتغير، لازم الناس يبقى عندها توعيه، لازم الناس تعرف ان حق المراه ده، المراه دي شيء مهم، مش اي مش حاجه بتكمل المجتمع كده ولا حاجه هامشيه. مطالبي بوقف اي نوع من انواع العنف ضد المراه، ووقف قانون الكشف العذريه اللي بيحصل في كل مظاهره وفي كل مسيره، لان دي اهانه واهدار لكرامه المراه. وبعد كده ان شاء الله هنصعد الموضوع لمحكمه العدل الدولي. انا بقدر اقول ان الناس دي اللي بتحاكي حقوق المراه دي ناس ما عندهاش وعي، لسه نايمه. انا عايزه كل مصري وكل مصريه يكون عنده وعي ويكون عنده مدى ادراك كافي بحق المراه، وانها كيان انساني زيها.